خلينا نروح دلوقتي علشان نتكلم عن فضل الذكر خلال شهر رمضان. طبعا هي فرصة الحقيقة بشكل كبير أننا نتقرب إلى الله. تعالوا ناخذ هذه الجرعة الإيمانية مع الدكتور طه محمود، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة. نداء إلهي من الله عز وجل لعباده المؤمنين، لابد أن تكون له الآذان مصغية والقلوب واعية. والحق تبارك وتعالى حين أمرنا بالذكر لم يقيده بوقت ولم يقيده بعدد، فالأمر مطلق في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان وعلى أي حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآية الكريمة. كما أن الذكر إذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله عز وجل، قال تعالى فاذكروني أذكركم، وقال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولذلك جاء وفد من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وكان معهم رجل اسمه حدير. وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي كل واحد من الحضور جائزته أو هديته، فكان هذا الرجل منشغلا بذكر الله عز وجل بعيدا عن القوم، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد هديته إلا هذا الرجل. فلما انصرف القوم استحيا أن يطلب هديته، ثم انصرف معهم، وإذا بسيدنا جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ربك يقرئك السلام ويذكرك بحدير. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فارسا ثم يقول له إلحق القوم وسل عن حدير ثم اعطيه هديته وقل له رسول الله يقرئك السلام. فلما لحق بهم سأل عن حدير فدلوه عليه، فقال له رسول الله يقرئك السلام ويقول لك لقد نسيك رسول الله فذكره الله بك. فالله عز وجل ذكر رسوله بهذا الرجل لأنه كان منشغلا بذكر الله، فما أجمل أن نستغل هذه الأيام المباركات بذكر الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.